فينا 95 ارامل ويتامى، والباقي الرجاله اللي هم موجودين محدودين، وكليتنا اميين، مفيش حد فينا متعلم الا 5%. او دلوقتي بدانا ان احنا نبعت عيالنا على المدارس، معانا اطفال في جميع المراحل. هل الشقق اللي هم عاملينها لينا امبارح وورونا اياها 65 متر هتسيعني انا باطفالي ببهايمي؟ والله ازاي هعيش؟ انا اللي ليا دخل ولا ليا مرتب ولا ليا معاش، انا والناس اللي موجودين لقمة عيشنا على الغنم والمواشي اللي بنربيها على زبالة الحكومة وعلى زبالة المدينة. أصبح دلوقتي القرار ده التغى، وأصبح دلوقتي إن احنا ال 18 فدان خصصوهم لتحسين العشوائيات لبناء 72 عمارة، وأصبحنا احنا كما كنا ومفيش لنا أي مكان نسكن فيه بمواشينا وبعيالنا وبأطفالنا. نعمل إيه؟ ده بنا.